لما نسمع اسم النبي لازم نصلي عليه. اللهم صل عليه. لما تيجي سيرة النبي نبدأها بالصلاة عليه. اللهم صل عليه. اسم النبي اللي دعا علينا وادعوا في الجنة يصلي بينا. صلوا عليه الخير يجينا. اللهم صل عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. في حديث عمر بن الخطاب المشهور حديث جبريل لما أتى للنبي صلى الله عليه وسلم سأله عن بعض الأمور، فسأله عن الإيمان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر خيره وشره. القدر من الأمور التي يضعف أمامها بعض الناس، الذي كتبه الله عليك والذي قسمه الله لك. اعلم أن الأرزاق مكتوبة وعند الله محسوبة، والله عز وجل يعطي كل عبد بما يناسبه. الله عز وجل حكيم في أفعاله وتصرفاته، لذلك يعطي هذا العبد لحكمة ويمنع هذا لحكمة، يرفع هذا لحكمة ويخفض هذا لحكمة عنده سبحانه وتعالى، هو يعلمها. بعض الناس قد يجتهد في تحصيل أمر ما ثم لا يتمكن منه، ويشوف غيره من الناس اجتهد وحصل وارتفع وبلغ، فيقع في قلبه شيء يقول أنا يعني شو الفرق بيني وبين فلان، فتح محل وتاجر والله عطاه، وأنا الله مو معطيني، أنا متزوج والله ما رزقني عيال، وفلان تزوج بعدي والله رزقه 5 من الأبناء، أنا ما عندي بيت ورفيجي هذا معاي في المدرسة تخرج معاي وتوظف معاي، الحين يملك بيت وأنا ما أملك بيت. فيقع في قلبه بعض السخط على أقدار الله. نحذر يا أحباب من أن نسخط على ما كتبه الله لنا وما قدره لنا. ابن الراوندي رجل فاسق، يحكى أنه كان جالسا على ضفة نهر فمروا بجياد، فسأل لمن هذه؟ قالوا لعلي بن بلتق ابن الخليفة. بعد قليل مرت جواري حسناوات، فسأل لمن هذه؟ قالوا لابن الخليفة. هذا ابن الراوندي رجل ذكي، داهية في ذكائه، ذكي لكنه فاجر على ذكاء لأنه مؤمن. فقالوا لعلي بن بلتق ابن الخليفة. بعد قليل هو كان فقير ما عنده، فمر عليه رجل وجده كثيرا حسيرا عند الجسر، فرمى عليه رغيفين من الخبز، فأخذ الخبز ونظر إليه ثم قال: هذا لعلي بن بلتق وهذا لي، أنا ذكي وعندي عقل وهذا ولد الخليفة. فأخذ الخبز فرماه. قال الذهبي في نهاية ترجمة الحديث عن ابن الراوندي قال: لعن الله الذكاء بلا إيمان، ورضي الله عن البلادة مع التقوى. قد يكون إنسان مبدع وذكي فطين لكن فقير، الله عز وجل كتب عليه الفقر. وقد يكون إنسانا يعني بعض الناس يقول لك هذا ما يعرف شيء، هذا على البركة ماشي مسكين، هذا قد يكون هذا الذي تنظر إليه نظرة أنه مسكين، هذا الله عز وجل يعطيه المال وحكمة من الله تبارك وتعالى. الحاصل يا أحباب أن الإنسان يجتهد في تحصيل الرزق، يجتهد في كسب أمور الدنيا. أنا ما أقول لك الكلام هذا عشان تتقاعس وما تسوي شيء، لا، اجتهد وابذل واتعب، لكن النتيجة التي يعطيك الله إياها اقتنع فيها وارضى فيها، لا تضجر، حاول مرة ثانية، حاول مرة ثالثة واجتهد، والنتيجة اللي تيك ارضى فيها، لا تضجر من أقدار الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو توكلتم على الله حق التوكل. ربما يعني رزقنا حجب عنا بسبب اعتمادنا على الناس، ربما توكلك ليس على الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير
تغدو خماصا تخرج في الصباح ما عندها طعام فارغة البطون وتعود بطانا ترجع بطان شبعا. من الذي رزقها؟ الله تبارك وتعالى. ارضى بما كتب الله لك ولا تحسد الناس اللي الله يعطيك ولا الله يبارك لك ويزيدك من فضله ورزقه. سبحان الله، بعض الناس كان يتمنى ولد، الله رزقه ولد بعد سنين وأصبح هذا الولد اللي كان يدوره سبب مشقة عليه في الحياة وتعب. الله عز وجل حكيم، يعرف من ينفع المال ومن يضره، يعرف من الذي ينفعه الأبناء ومن يضرونه، فيعطيك ما يناسبك. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين. لما نسمع اسم النبي لازم نصلي عليه، اللهم صل عليه. لما تيجي سيرة النبي نبدأها بالصلاة عليه، اللهم صل عليه. اسم النبي اللي دعا علينا وادعوا في الجنة يصلي بينا، صلوا عليه الخير يجينا. الله.